جاي على بالي اسف انكف طير لك سنانك. ماما انا ما عندي بنت قليلة ادب مثلك. وشبك ليش هيك؟ ليش عم تتمايع للشب؟ وهات بدك تلبسين كرمال ومو هيك؟ طيب شو ساوي؟ ما عم لاقي شب غني يتزوجه، بس بدي حاول. شو جنيتي انت يعني؟ انا بعمري ما توقعت منك هيك تصرف. ما بتحسبي لي حساب يعني؟ ليك اسمعيني منيح شو بدي اقلك. من هلا ورايح بتنزرعي هون، ممنوع تطلعي برا البيت. وهلا مباشرة بترجعي هذا الفستان من محل ما جبتي. يلا روحي. انا ما عادت بنت صغيرة وما بقى ساوي اي شي بدك اياه. سومان احسن منك لانها بتهتم فينا وبتهتم فيكي كمان. فشلنا بسببك، انت ما بيهمك مستقبلي، تركيني نقي عريسي على راحتي. كنتي بدك تضحي بالورثة والبيت لتدفعي تكاليف سومان، بس سومان ما قبلت هيك. وانا بعرف انك بدك تاخدي مصاري سومان لتصرفيهم على حالك وتنبسطي. راسي بالمرة الجاي وقت بدك تناقشيني تذكري هذه الكفة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.